ما تمشي وكأنه ما صار شيء. المفروض نحكي. سوق. ناريمان؟ شو صاير لك؟ احكي. من شوي فات ابوكي ومولع مثل البارود. الحفلة صار فيها شي مو منيح؟ اي حفلة؟ اها. بما انه ما عندك علم شو صاير، الله يستر. ليلى، اي حفلة؟ خلصيني قولي. عاصي كان مجهز اليوم حفلة مخصوص بما انه هو عيد ميلادك، بس غالبا فايز بيك هو يلي تفاجأ اليوم. إلك عاصي اليوم مخصوص مشانك مساوي حفلة، وطول الوقت الكل عم يشتغلوا ياه، وانتي ما رحتي بنوب، مو حلوة منك. وين كنتي انتي؟ مع ماجد مو هيك؟ والله انتي صايرة بتخوفي. أبوكي لقطك يعني؟ ناريمان بنتي، وين كنتي؟ مع ماجد مشوار. ليش عملتي هيك ناريمان؟ أجلي هالموضوع هلأ يا روحي، وبلكي أبوك يدري بالقصة. هالمرة مستحيل يسامحك لو شو ما صار. شكله دري مشي الحال. آخ أمي، خلص بقى. تفضل قول اللي بدك تقوله. ناريمان طول الوقت تعبانة بسببك، بتعرف؟ لا ناريمان وحتى عائلتها ما بيجوز التعبن. عاصي، أنا مشغول كتير ومو فاضي لهالكلام. ما عم تفهم بنوب، وأنا بشوف ما رح تزبط معك. أنت شخص ما عندك ذرة كرامة أو رجولة. ناريمان درت وركدت وراها وتركتها معلقة. مو قلت إنك مجنون؟ وانه انت عشقانه؟ شفناك ما فيك تحب شي غير المصاري ارجي اغلو. اخر موضوع داخل اعتباراتك هو العشق، بس همك المصاري. ناريمان ما في لها اي مستقبل معك، وهي مالا مثلك. ناريمان مستقبلها معك، هيك بفهم؟ نعم، ناريمان مستقبلها معي، وبتطلع من حياتنا. انت انا رح بعدها عن حياتك وعن جوكن الوسخ اللي ما في احترام للقيم. انا رح اتجوز ناريمان. ان شاء الله تقتنع. ناريمان صارت بعيدة. تركنا، حياتنا ما عاد تدخلها.
شو عم توجعك بابا؟ ما تشغلي بالك، أنا منيح. أدير بالك عليها لو سمحت. طيب خبريني، ليش متخانقة مع أختك؟ لازم أعرف السبب. أشياء عادية، يعني الإخوات كلها بتتخانق بابا، ما تشغل بالك. بس البيت ما بينترك مشان خناقة بسيطة. نور سليم، مو وقت هالكلام، خلص. البعد هذا اللي صار هلأ بيفيدهم للبنتين. نامت ببيت فايز هي يا ست فايزة. بابا اسمع، ما حدا هنيك مثل ما أنت ظانن. فايز بيك محترم، حتى أنه تعامل معي كأني أماني عنده كمان، وكلهم عاملوني بطريقة حلوة كتير. ليلى كمان تركت تختة إلي. نوران بتعرف بقيت كل النهار تحتار شو بدها تطبخ لي. ناريمان ما خلت شي يطلع بإيدها إلا عملتهم شان ارتاح. ما نحنا قرايبين بابا، نحنا عائلة، هاد الشي لا تنسى. نور هالسيري ما بدي اياها بنوب. بابا اسمع. انت اسمعي، انا ما بدي ضايقك اليوم، بدي اطلع على غرفتي. فهميني شو بدك تعملي بنصاص الليالي ببيت ناريمان؟ روحي على البيت والصبح بتجي، ليش كل هالعجلة هاي؟ بس انا كتير مشغول بالي على رفيقتي، فهمت؟ بدي افهم منها شو صار، ليش ما اجت وشو الموضوع؟ الحفلة خربت اليوم. يا لو انها بقيت عقلي ما صار شي. رفيقي تكلف وجاب لها افخم قالب جاتو مشان عيد ميلادها، بس ناريمان خانم راحت حتى تتسلى. جهاد نزلي ايدي. انت مشكلتك بكلمتين صغار بيضحكوا عليكي نور، يعني لولا هالموضوع كانت منيحة امورك. بس هاد الشي اسمه ضمير امي. المشكلة بنتك نيفين ما بتملكه بنوب. صحيح هي وينها؟ الله اعلم. مع انه هالكم يوم حابة اعرف وين عم تروح بنتي. بدي روح على اوضتي امي. ايه طبعا نامي، الحق معك. اكيد ببيت فايز انت كان كتير صعب عليك ترتاحي، لانه النوم عندهم مو مثل عنا. روحي على غرفتك نظيفة ونامي وشبعي نوم. يلا حبيبتي. حياتي مرت هون ما شفت منام حلو مثل اللي شفته هنيك. مستحيل ما اكون نمت مرتاحة. بشوفك. شو عم يصير مع بناتي؟ أنا مو فهماني. بعدي بعدي. ايه عمالك شوي يا حب. اها جهاد، انت لسه هدول التياب لهلأ لابسهم؟ يلا روح اشلحهم بسرعة، ما قلت لك شكلهم كأنه شحادة؟ مشانك يعني، غالي كتير. ليلى تفاهتك مو وقتها هلأ، انضبي بلا معصب. جهاد اللي قصدي قوله بأنه انت بهالطقم الشحادة صعب تتفشخر. إذا هلأ هاي الجاكيت صار عليها شي، منين رح تجيب مثلها بقى؟ شو؟ عن جد جاوبني، انت معك تدفع حق مثل هذا الطقم؟ بنوب. ايه مع هذا الطقم انت معك حق فاتورة مطعم مثلا؟ لا والله. يا حب انت ما جاوبت على هدول الأسئلة لأنك بتعرف حالك انك رجال كتير فقير. شو هالحالة هي يا الله؟ ليش بتضحك على حالك؟ عاصي ليش تأخرت؟ شو صار؟ انشغل بالي. ما قلت لك كان في عندي شغل رؤية؟ يعني القلق ما له لزوم. شو الموضوع؟ أي موضوع؟ ولو ما في شيء. كل الناس راحت وناريمان ما رجعت. لا تؤاخذيني لأنه تعبتك رؤية. ولا يهمك، عادي. بس كل هالتحضير يروح على الفاضي مو حلوة والله أبدا، والناس ضيعنا لهم وقتهم. عندك حق. لناريمان هالهدية؟ ايه شو عليه، بكرة الصبح بتشوفها. ايه مدام نحن هون ناكل الجاتو سوا، نقطع منه قطعتين. مزبوط، وين المشكلة؟ تمام يلا. وهي جبت صحنين.
وهي ليش؟ ولا شي هيك. شو ذنبي أنا؟ والله حقيرة هالدنيا. لك يعني الفقير مو بشر؟ يوم واحد ما بيحق لي يعيشوا مثل البشر، شو هالظلم؟ لا والله ما بيحق لي، لأنه بهالدنيا هاي العيشة بتنقاس، والحب كمان بالمصاري. بس الموت ببلاش. شو الموضوع ابني؟ ليش عم تساوي هيك؟ هاي كل أحلامي عم بحرقها. بهالحياة حتى الحلم حرام. ناريمان لو سمحتي حاج بكي خلص. فخرية أنا طول الوقت زعلانة وعم ببكي، والله تعبت. شو هالحالة؟ إيمت رح أخلص؟ فكري بالشغلات الحلوة. في موضوع معين؟ في مثلا ماجد أرجي أغلو عمل لك عيد ميلاد حلو كتير. فخرية أنتي على هلأ ما عندك خبر بشي، أو عن جد عايشة دنيا الأحلام لهلأ؟ لك ما شفتي شو صار يعني؟ وشو بدنا نساوي؟ حتى بيجوز الأمور تتشربك، بس ماجد طيب يا فخرية، بكفيني وجع اليوم، مو لاقي يعني أكتر. ماجد كل شي بحياتي عم يخربه، حطني بموقف صعب كتير. فهميني يا عمي، حكى شي؟ شو رح يحكي؟ جرحني ومشي الحال. أنا بابا بنوم ما لي قدراني أتطلع فيه بقى. جمال اللي على التليفون. ألو. نعم عمو جمال. فخرية بنتي، عجلي لو سمحتي تعي لهون. جهاد، شو بدي أقول لك؟ شو بو جهاد؟ قلي. مانو منيح. طيب أنا جاي فورا، بس ما تخليه يبكي بين ما أجي. ماشي عمي؟ شو ما بعرف، جهاد صاير معه شي، بدي يروح ناريمان. هو ما خبرك بشي؟ لا ما خبرني شي أبدا. يلا بشوفك. ما كتير هيك تتفاجأ انت ابنه. لا تقول شلون اجيت، نور قالت لي، ولما ما لقيتك قلقت عليك وقعدت استناك. كأنك مو مروق.
شو في شي ضايقك اليوم؟ ناريمان طول الوقت تعبانة بسببك. لا ناريمان وحتى عائلتها ما بيجوز التعبها. انت غالي علي لو شو ما كان يكون بيننا. ناريمان ما في إلا أي مستقبل معك. ناريمان مستقبلها معك هيك بفهم؟ نعم ناريمان مستقبلها معي وبتطلع من حياتنا. أنت أنا رح بعدها عن حياتك وعن جوكن الوسخ اللي ما في احترام للقيم. أنا رح أتجوز ناريمان. ناريمان صارت بعيدة. ما بدي بنوب تزعل عشي مفهوم؟ لما بتكون أنت تعبان بكون عم موت من القهر. خليني وصلك على البيت. خليك ترتاح هنيك شوي. أنا رح أبقى هون اليوم. هون رح تبقى؟ طيب الصبح بالشركة بشوفك ومنتحاكى. ليلى بدي تحكي لي هلأ شو اللي صار معه لو سمحتي. ناريمان شو أخبارها؟ ايه يا حب أنا منيحة يا عمري، أنت كيفك؟ ألو ناريمان وماجد بيك فايز بيك شافهم مع بعض. والله ناريمان حالتها اليوم بتبكي، اجتها مفاجأة بعيد ميلادها ما بتنتسى. ايه شو بدي قلك، فايز بيك حكى مع ماجد بيك شي مو منيح بنوب. ناريمان المسكينة بغرفتها والله شكلها انه ابدا ما عاد تطلع من هون. وبدي طمنك نيفين خانم، هاي القصة عند ناريمان منتهية. العمر كله يا روحي ناريمان، وبتمنى تكون عجبتك هديتي. يعني جهاد فهمني شو استفدت من الشي اللي عملته؟ ولا شي ابدا ما هيك؟ فخرية لا تبلشي بالنق. طيب مفهوم. والله كتر خيرك شكرا. يلا خلينا نروح. روحي. بس انا روح وشو بدك تعمل انت؟ شو بتضل هون عم تتفرج على الطقم اللي صار رماد؟ فخرية إذا بتحكي جملة فيها رماد ونار وطقم مع بعض مرة تانية بدنا نزعل من بعض كتير، عم تفهمي علي؟ جهاد قوم يلا امشي معه. ايه حاجة تنطرني بقى؟ عم تسمعني؟ عم يفور دمي جهاد هلأ. ها طيب يلا رح امشي. جهاد يا تجي نعمل معكرونة بس نوصل على البيت؟ ايه ما بحبها. شبك طيبة كتير، بنعملها باللحمة والخضرة. في عنا مخلل؟ في. إن شاء الله تقتنع. ناريمان صارت بعيدة.
تركنا، حياتنا ما عاد تدخلها. رح أوفي بوعودي اللي وعدتك إياها من قبل. بدي أشتغل كرمالنا، بس نحن صباحه يا حلوة. شكرا، ما بدي اكل عمتي. يا الله دخيلك، يعني بجوز ما تفطري؟ مالي مشتهية اكل. صحة على قلبكم. وعلى قلبك. ناريمان، بنتي انا برأيي ما تضلي بالبيت اليوم، روحي اطلعي. شو رأيك تتسلي؟ روحي على المدرسة. هيك يعني رح انسى؟ بلكي بحكي مع أبوك اليوم. هالأيام الصعبة يا بنتي لازم تمضى، كل شي رح يرجع مثل الأول. ما في شي رح يرجع مثل الأول، نحن هلأ مختلفين، صرنا غير ناس. وبابا ما في لزوم لتحاكيه بنوب، بتحمله هلأ، لا تاكلي هم. صباح الخير سلطانتي. عاصف، في دبيبي سبيزي لك ابني مو شايفون. بدي روح على الدوام بخاطركم. ايه موفق، روح. منشوفك. يا الله دخيلك، هذا شبه ما بعرف، بس مبين مبسوط كتير. ايه بس ما تجينا مصيبة. امي ما تفاولي. صحي، امه العاصم مقبوله خانم، اليوم بدها تجي على البيت تزورك لتحكوا بقصص العرس وتفاصيله كمان. ايه تجي، مع انه نحن منحاكيها من الشرق وهي بتجاوبنا من الغرب. ايه ميرفا، قولي لخالتك نوران تجي، بركي بتساعدنا بشي شغله. حاضر امي. حماتي لذيذه كتير، ما هيك؟ معلوم، هي غير هدى خانم وهالشي بكفي عندي. يا بنتي انتبهي، قصي منيح. اف، عم قص منيح. أريش خانو بالمكتب؟ ايه بالمكتب. تمام. صباح الخير. صباح النور. فوتي عدي. ما بدي اقطع افكارك خالي أريش، بس ماجد وينه لهلا اليوم؟ امبارح كان سهران برا وما عاد عرفت اخباره. ايه تاخر لرجع، الصبح طلع كان كتير مستعجل. والله بقى هيك؟ وينه هلأ كمان؟ مو قلت لك طلع من البيت الصبح بكير واجى على الشغل، هو بالشركة. تمام، واللي بيسأل عني لك رح يلاقيني عند ماجد. مو مشكلة بنتي. شوفي، حددي لي كل مواعيد اجتماع الإنتاج والمبيعات بنفس اليوم. حاضر يا بيك.
وفرنسا في عينات بعتتن، بتدخلون على الإنتاج وبتجيبولي تقاريرهم. حاضر أستاذ. وهدول تبعوت الدفعة الثالثة جاهزين للعرض. الورديات شو وضعهم؟ اليوم بيكونوا عندك. ماشي، فيكن تمشوا. الماء قهوة سادة فورا. تشربي شي نيفين؟ شكرا. لا، أمرك ماجد بيك. تعرف أنه أنت مفاجئني اليوم؟ وليش بقى؟ احكي. لأنه اللي شفته مبارح ما عرفته، اليوم ماجد مختلف، وبجوز خربت بين الاثنين. بس أي حدا هلأ الحقيقي بيناتهم؟ الإنسان المفروض أنه يصدق آخر حالي. أنت هيك عملي. بهالوقت ما عندي غير شغلي وبس. ماشي؟ يعني عقلك هلأ ما عاد في شي عم بيشغله غير الشغل؟ شلون؟ مو شايفة بعينك كل شي شاغلني حاليا؟ هلأ شغلي المهم. وما في شي غيره؟ بالضبط، بس هيك. شوف رحت بهالكلام. أنا مبسوطة فيك ماجد. بتحب أعمل معك أي شي بالملفات؟ لا، ما في داعي بنوب، بشتغل لحالي فيه. تمام، معناها أنا بمكتبي بشوفك. يا عمري، أهلا وسهلا. يا حبيبتي، شو مشتاق لك. مين إجا آسيا؟ شو هالسؤال يلي سألته؟ مين رح يجينا بهالوقت؟ يا أختك، يا أمك، يا حد؟ هدى خانم. أخي تفضل فوت، الشاي هلأ جاهز. يا فايز، ليش مهموم؟ انت عم تفكر بموضوع بخص بنتك؟ ما لو سمحت احكي، بلكي بفهم. طولي بالك كم يوم. بعرف القصة القديمة نفسها، الشي اللي اذانا سكوتك. لو الشغلة على سكوت منيح. انسي، راح اشتغل شوي. زهرة اتصلت، قال بدها ياني، بس ما رديت لها خبر. مو مطاوعني قلبي اطلع من البيت على اي مكان بنوب. لا تشغلي بالك نوران، انت مالك شغل بهالوقت. بلش شغلي انا من اليوم. يا روحي تفضل. يسلموا ايديك، عذبتي حالك. كمال مو هون؟ شوي لسا وبيجي. بدي امشي، بخاف اتأخر. جايب لك معي شوية مصاري. ايه ما في داعي، انا ما بدي اياهم. ايه شبك اياها؟ بتجيبي لك شوية غراض ولابنك. ايه بس جوزي اذا بيدرى بيعصب كتير علي. انتي ما تجيبي سيرة قدامه عن شي. انتي بحاجة غراض، خلي معك كم قرش خبيهم. خديهم بلا ما يشوفهم حدا. آسيا، قديش صارت الساعة؟ في ورانا غدا، دوب الطبخة تلحق. ما في مشكلة، أنا ماشي. طيب الله معك. بخاطرك هدى خانم. الله يكون معك. أهلا وسهلا. شو دروسنا اليوم؟ شو هالوجه هاد؟ شو في هلا؟ تعرفي إنه نسيت نوتاتي بالبيت؟ عندك نسخة احتياطية ما هيك؟ في. ناريمان، أنت منيحة؟ إيه، أنا تعبانة شوي، مو أكتر من هيك.
فخرية، كنتي بتعرفي إنه عاصي عامل لي حفلة مبارح؟ يعني الحصة الإضافية لا تضحكي علي. بس ناريمان ما بعرف إنه ماجد كان ناوي إنه يفاجئك هو بالحفلة الخاصة. لو بعرف هالشي كنت تصرفت من حالي، يعني كان بدي إنه أنت تنبسطي شوي. عاصي هو التاني كان بده يشوفك فرحانة. أنت قلتي لعاصي مو هيك؟ الصراحة يعني أنا شو بدي أقول إنه كنت مو متذكرة وعاصي ذكرني؟ حلو، لليوم متذكر؟ عاصي والله فاجأني اليوم. ناريمان، عاصي لهلأ لهاليوم كل شي بخصك أنتي ما نسي أي شي منه. مرحبا. أهلا وسهلا. شلونك؟ منقدر نحكي أنا وياكي بكم شغلة؟ شو علي؟ مرفت؟ مرحبا. مرحبا، بده يجينا ضيوف فقلت بروح على السوق بجيب شوية أغراض. منيح إنه شفتك هلأ. خالتي زهرة شلونها؟ يعني ممكن تقولي إنه بعد قصة عيد الميلاد الكل مبسوطين. الصبح لو شفتي عاصي كيف كان مبسوط وعم يضحك، قضاها مزح معنا. من زمان أنا ما شفته مبسوط مثل اليوم. شو مخبية شبك؟ أنا؟ في أكيد في شي بقى. لا ممكن قلك إنه شي مهم، بس شو قلك؟ باسني عاصي أخوك؟ مالي مصدقة مرفت، والله أنا تفاجأت. إيه هلأ فهمت ليش هو مبسوط ومرتاح كل هالقد. لو سمحتي مو كتير تحملين الموضوع. رؤية، برأيي عاصي أخذ قرار نهائي، صار لك مكان بقلب أخي. شكلك مو مروقة. عاصي، مبارح بالليل كنت مجهز حفلة مخصوص مشاني، مشان عيد ميلادي. بس ولا يهمك. شلون؟ وأنا بيهمني. معقول اللي عملته؟ عزمت لهون الكل ليحتفلوا بعيد ميلادي، بس أنا ما كنت معكم بهاليوم. رح أقلك شكراً ويسلموا على كل شي. شوفي عم تبالغي شوي. على كل نحن موظفين المدرسة كلهم رح نساوي لهم حفلات بعياد ميلادهم مشان معنوياتهم تضل عالية. كل مرة رح نساوي حفلة لواحد بالوقت المناسب. ايه عال، بدي امشي. يعني طالعتيني من البيت على ملا وشي وكأنه بكرة رح تولدي. يا كمال، نحن لازم نبلش نجيب غراض للولد. أمي رح تعمل له ديارة كاملة ونحن لا ماش علينا. ما أحلاها، شوف ما أحلى هالعرباية هاي. ايه وشوفي كمان سعرها، والله غالية هاي مو خرجنا. وما في لزوم للعرباية، ابني بشيله بحضني وبمشي. امشي كمال، لو سمحت خلينا اليوم ناخدها. يا عيني فهمي علي، أنا مو حامل مصاري، جيابي فاضية، طلعنا مستعجلين وجزداني ضل بالبيت، نرجع منشتريها. بس أنا معي. كيف يعني؟ منين هدول المصاري؟ والله كنت مصمتهم على جنب، البيبي بيحتاج كتير. طيب يلا منشتريها. يا الله دخيلك، وين راحوا المصاري؟ والمشكلة كتار مالهم قلال أبدا. آسيا خانم، ما حلي لتطلع من البيت غير اليوم. وينون؟ بس اطلب منا شغلة بتلاقي لي ألف حجرة تهرب منا. أوف، يعني وين راحوا هالمصاري؟ وين يا الله؟ مو ملاقيتهم، مو هون.